هجمات المرتده، تلك لاعبين يمتازون بالسرعه، هنا لا يوجد تسلل، الكره عند عدي، يلعب عرضيه عدي خطيره، جول للفيصلي عن طريق الخطا، النادي الفيصلي يحرز اول الاهداف العرضيه من عدي سهران، ولكن المدافع مدافع العقبه يحرز اول اهداف النادي الفيصلي عن طريق الخطا. الربع ساعة الأولى والتقدم للنادي الفيصلي، هدف مقابل لا شيء، هنا جماهير الفيصلي السعيدة بهذا الهدف، التمريرة الساحرة التي كانت من مهدي علامة لا يوجد بها تسلل، وهنا عدي يلعب الكرة عرضية ومدافع العقبة هنا بالخطأ يحرز أول الأهداف. عرضية كانت باتجاه اللاعب هشام ولكن عن طريق الخطأ، وهنا العتب من المدافع على صاحب الهدف، شاهد الإعادة، وهنا العرضية الرائعة التي كانت من عدي ولكن المدافع وعن طريق الخطأ يحرز أول الأهداف، هدف مقابل لا شيء. الآن سنستمتع باللقاء وسنشاهد لاعبي العقبة والخروج من مناطقها الدفاعية، مهدي على طريق اللاعب عيسى السباح جمال، ملعوبة جميلة من النادي الفيصلي ولكن مقطوعة في الوقت المناسب، تبقى الهجمة قائمة عند اللاعب هشام، في الجهة اليسرى عند سالم، سالم يلعب عرضية وهنا محاولة تسديد من بني عطية ولكن الانتظار، وهنا تسديد، جول للنادي الفيصلي، أنس الإجبارات يحرز أجمل الأهداف، ما يحب الأهداف الجاهزة، أنس إجبارات يحب يفصل الأهداف، يحب يفصل الأهداف للمرمى يوصلها أنس الإجبارات، هدف ولا أروع، تسديدة في القدم اليمنى في الوقت المحتسب كوقت بدل ضائع، شاهد الإعادة والدخول من سالم، وهنا اللاعب محمد بني عطية أراد المراوغة ولكن يعود إلى أنس، وتسديدة من أنس باتجاه الشباك باتجاه الحارس حماد الأسمر، صعبة على الحارس حماد، صعبة صعبة على الحارس حماد، شاهد أين ذهبت الكرة الأخيرة، ينظر للكرة كما نشاهدها نحن، الحارس حماد الأسمر وتستقر في شباكه، والنادي الفيصلي الآن يتقدم بهدفين مقابل هدف، هدفين للنادي الفيصلي، تمريرة ولا أروع من اللاعب محمد بني عطية، شاهد دخول اللاعب أنس، وهنا تسديدة اللاعب أنس، على ما يبدو اصطدمت بأحد مدافعي العقبة، وتغير اتجاه الكرة، وهنا أنس أجبرات السعيد بهذا الهدف وجمهور الفيصل، لعبة جميلة على الإبراهيم، للدوم يلعبها باتجاه هشام، لا يوجد بها تسلل، هشام السيفي، خطيرة للفيصلي، خطيرة، خطيرة! جول للفيصلي، وفي الوقت المحتسب كوقت بدل ضائع يظهر لنا اللاعب الخطير والمهاجم الخطير هشام السيفي ويحرز الهدف الثالث لمصلحة الفيصلي، ثلاثة أهداف مقابل هدف لمصلحة الفيصلي، والهدف عن طريق اللاعب هشام السيفي، هذه المرة لا يوجد بها تسلل، وتقدم هشام، شاهد مراوغة الحارس حماد الأسمر، لم يسدد الكرة ولكن تقدم وسدد الأولى واصطدمت في المدافع ولكن عادت إلى المهاجم الخطير الذي لا يضيع مثل هذه الكرات ويحرز الهدف الثالث لمصلحة الفيصلي، ثلاثة أهداف مقابل هدف للنادي الفيصلي.